السلام عليكم مشاهدينا، ومرحبا بكم من جديد في قناتكم سي بي سي بنا. مرحبا بكم معنا في المطبخ المغربي، واليوم جبنا طبخات او اكلات مغربيه يعني 100%، واللي هي غتكون عندنا الطبق الرئيسي هو الدجاج بالاعشاب المنسمه او لي زير، وغادي نتعرفوا على المكونات ديالو او لي زانغريديون. عندنا زعتره، ورقه الرند، عندنا قطع الدجاج، يعني الدجاج هو ضروري يكون هكا قطع ما يكونش كامل، وعندنا كرافس، اكليل الجبل، عندنا زبده، وعصير الثوم او زيت الثوم، وغادي نرافقوه بواحد المقبله اللي هي القرعه خضراء مشرمله او كورجيت يعني بالشرموله المغربيه. غادي نحتاجو يعني حبات ديال القرعه خضراء او الكورجيت، عندنا صلصه طماطم او طوماط كونسونطري، وعندنا بيرسيل مفروم او معدنوس مفروم. وغادي نبداو باش نوجدو الدجاج هو الاول لانه كياخذنا الطياب، ونوجدوه بلي زيغ. نشوفوا معنا الطريقه، عاد نرجعوا باش نوجدو المقبله او القرعه مشرمله، ونبداو على بركه الله. غادي ناخذوا هذا الاناء هكا، نوضعوا الدجاج، وغادي نستف هاد القطع ديال الدجاج. بالنسبه للدجاج يعني بهذه الطريقه هذه، من الاحسن انه ياخذ هاد نديرو فيه التوابل مع لي زيرب او الاعشاب المنسمه، ونخليه يعني تروبوزا على الاقل ساعه او ساعتين او اكثر، يعني ماشي مشكل، غير ما نكتروش الملح او ما نضيفوش الملح حتى الاخر لان الدجاج كيشرب الملح بزاف. كيف ما كيتروبوزا وكيشرب ديك التوابل كيجي لذيذ. وغادي نزيدو الكرافس.
غادي نغطيو عليه مزيان كيف شفتوا، غادي يطيب يعني غير بالماء ديالو، هو مازال معاك كيرجع ليه ديك لافابور مع البابي الومنيوم كيرجع باش كيطيب فيه، ما كنزيدوش كاع الماء نهائيا، وكيطيب في ليزيرب يعني كيجي منسم ولذيذ. نحكمو هاكا مزيان باش ما يخرجش لنا داك لافابور مع الجناب، كنخليوه حتى كيطيب مزيان عاد كنحيدو ليه البابي فقط باش يتحمر. بهذه الطريقه هذه هو كيزيد يطلق الماء ديالو كيطيب فيه، يعني بلا من بلاش ما نضيفو الماء. فوالا غادي نخليه حتى يطيب كيف قلنا، ونحيدو ليه البابي باش يتحمر، ونخليكم مع فاصل قصير ونرجعو باش نوجدو القرعه مشرمله او الكورجيت اللي غادي نرافقو معها، اللي غادي نرافقو بها الطبق ديال الدجاج. ورجعنا مشاهدينا من بعد فاصل قصير باش نمشيو نوجدو القرعه مشرمله على الطريقه المغربيه. نبداو غادي نقطعوها على هذا الشكل كذا دائريا. بالنسبه لهذه الطريقه باش غادي نخدم الكورجيت او القرعه، يمكن لكم كذلك تخدموا بها الجزر البطاطس كيجيو لذاذ، يعني يمكننا نشرملو هكا الخضر كاملين كيجيو لذاذ، حتى بالكورجات كتجي لذيذه. لكن الا بغيتو هكا تبدلو يعني هي نفس التتبيله وتبدلو الخضر كتجي لذيذه وكتعطي يعني كاين لا ديفيرون، كيف ما كنبدلو الخضر كتبدل لنا المذاق. فوالا كملوها على هذا الشكل هذا. غادي نحركوهم مزيان، غادي نزيدها تقريبا هذه يعني الاكله اللي خفيفه بزاف ودغيا كتوجد، ما كتاخذناش الوقت وكتجي لذيذه. وكيف قلت يمكن لكم كذلك تنوعوا الخضر يعني بنفس التتبيله، يمكن لكم ديروا الجزر البطاطس او كاع الخضر، يعني يمكن لكم البسباس يعني او اللفت او بزاف الخضر الخرشف، يعني هذه التتبيله كتمشي مع جميع الخضر كتجي لذيذه. غادي
فوالا. غادي نغطي على الطنجره نخليوها كطيب، نقصوا ليها العافيه او النار ونخليوها كطيب وتكون على نار او عافيه مهيله. بالنسبه للدجاج تقريبا هو قريب باش يوجد او باش يطيب، غادي فقط نحيدوا ليه داك البابي الومنيوم ونخلوه باش يبقى يتحمر، كيعطي لنا يعني كيزيد يتحمر حتى ديك كنديروا بالقشره ديالو، يعني ما كنحيدوش ليه او الجلده، ما كنحيدوش ديك جلده الدجاج باش ملي كتحمر كتعطينا كتجي حمراء ومقرمشه. بالنسبه للقرعه هي كذلك، يعني غادي نخليوها شويه على ما توجد لنا ونطفيو عليها. هذه يعني اكله اللي هي خفيفه بالنسبه للدجاج، كيف شفتوا ما فيش الماء وطيب يعني بالاعشاب، اي حاجه كيكون فيها الاعشاب، يعني بالنسبه للاعشاب هي اللي كانت عندنا بالنسبه لورقه الرند وبالنسبه لاكليل الجبل وزعيطره، هذو كلهم مفيدين، يعني مفيدين للاستوما، مزيانين في الهضم، يعني حتى الا كان حتى الا خديناهم هكا في الماء مغلي وشربناهم كيكونوا مفيدين. ماذا بينا ناكلوهم هكا يعني في الاكل، يعني كل ما نديرو هكا اكله ندير ضروري ما تكون فيها الاعشاب، لان الاعشاب الطبيعيه كلها فوائد وصحه. وغادي نخليكم مع فاصل قصير ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي لاطباقنا هذا اليوم. رجعنا مشاهدينا الكرام بعد الشكل النهائي للاطباق. كيف شفتوا معنا بالنسبه للقرعه خضراء او الكورجات مشرمله جات على هذا الشكل، هذا كتجي محمره، يعني كتبقى طيب في ديك الصوص حتى كتجي فيها محمره. زدنا فقط زيناها بالزنجلان الابيض او السمسم الابيض. وبالنسبه للدجاج يعني اللي طيبنا بليزيرب او الاعشاب المنسمه جاء على هذا الشكل، هذا كيف شفتوا يعني كيطيب غير في الماء ديالو، ما كنزيدوش الماء نهائيا. من بعد ما كيطيب كنحيدو داك البابي وكنخليه يتحمر، كيجينا على هذا الشكل هذا، ويعني وصحي، ما فيش دهنيات بزاف، وصحي بالنسبه للناس اللي دايره حميه او ريجيم، يعني هذا هو الطبق الصحيح اللي قدروا ياخذوه، يعني هو كيجي لذيذ. كنعرفوا ان الناس بزاف اللي كياكلوا هكا اكل ديال الريجيم كيكون يعني اكل ما كيكونش فيه مذاق كثير، يعني كيكونوا باغين غير باش يخسوا، لكن يمكن لنا ناكلوا المذاق وكذلك نتبعوا الريجيم ديالنا. يعني كيف ما هذا الطبق هذا فهو كيجي منسم بدوك الاعشاب، كيجي لذيذ بزاف، يعني هو مفيد وممكن ياخذوا كلشي، يعني ماشي غير الناس ديال الريجيم، كيجي لذيذ بزاف. نتمنى تجربوه لانه هائل، وكذلك حتى القرعه اللي درنا مشرمله. ونتمنى الاطباق تنال اعجابكم، ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ما سخيتش بكم، ما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء.